استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح. فقد حرصت الوزارة على اصطحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنى اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين، لأجل بلدنا ما تبقى عوار. قد إيه هم شكلهم النهاردة والثقافة بتاعتهم، أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة، وإن هم مجرد إن هم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هم ممكن يكونوا أقل حظ منهم، وإن هم يعرفوا إن هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. وقد استلم الشباب صناديق الدخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال، فقد رسخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية. كنا بنوزع الهدايا على الأطفال وكنا فرحانين بجد عشان احنا فرحناهم وكده، وده اللي بيتعلموا لنا دايما المبادرة دي. بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57357، وتعلمنا حاجات كتير جدا زي ان احنا نساعد بعض ونعمل الخير. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. بنشكر وزارة الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها للأطفال النهاردة، ودايما كده ان شاء الله تتكرر يعني، وربنا يجازيكم خير. الزياره النهارده كانت كويسه جدا وبتبسط الاطفال وبترفع من روحهم المعنويه. كنا سنه متطيبين، وشكرا لوزاره الداخليه اللي هي جابت لي اللعب ده كله، وشكرا للضباط اللي هم بيجيبوا لي اللعب كله وفرحوني قوي النهارده. وتوجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار المبادرة إلى نزلاء ذو رعاية الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع ملابس العيد على نزلاء هذه الدور من الأطفال، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم. وتم توزيع هدايا عليهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مساهماتهم الإيجابية في المجتمع. مش متخيلين فرحة الأولاد بدخلة الضباط والطلاب جيل جديد معانا، إن هم وزعوا عليهم الهدايا ومبسوطين جدا بيهم ولعبوا معاهم وفرحوا معاهم. فرحوا الأولاد جدا وشرفونا، ويا رب دايما يشرفونا دايما في العيد وكل الأعياد، وبنشكر طبعا كل الناس اللي ساهمت في حاجة زي كده. الضباط جم قعدوا معانا واحنا كنا مبسوطين بيهم جدا، وجابوا لنا هدايا واحنا فرجناها معايا، احنا كنا بنعملها على الشغل بتاعنا، وبنشكر سيادتك على مبادئ الجميع. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. مبسوطه جدا جدا ان انا جيت النهارده وزرت اخواتي في الدار، واتمنى ان ربنا يشفيهم. احنا النهارده جينا دار الايتام، وبجد احس ان هو عيد مختلف عشان انا فرحت اخواتي، والمبادره علمتني ان انا ازاي اعمل خير مع اخواتي. مبسوطه جدا بصراحه، والاحساس اللي انا حاساه يعني بصراحه مبسوطه قوي، اول مره اعمل خير زي دوت. النقله الايجابيه في ثقافه هؤلاء الشباب بدت واضحه في تفاعلهم مع نزلاء دور رعايه المسنين، حيث أتاحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. مبادرة جميلة جدا وإنسانية جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين، ودي حاجة يعني سابقة حلوة ومبادرة جميلة. صراحة الزيارات ديت بتغير المسنين خالص، بيبقوا مبسوطين جدا. نشكر وزارة الداخلية طبعا وسيادة الرئيس ان هو على طول بيجونا في كل المناسبات. مبادرة جيدة جدا، ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ففعلا يعني بنشكركم وبنشكر على كل اللي انتوا بتعملوه لينا.
المبادرة دي يعني مش عايزة أقول لحضرتك إن دي كان لازم نعملها من سنين، ولكن يعني نتمنى إن كل الأطفال دي تطلع نشأ صح. إحنا عايزين كل أولادنا يبقوا على أعلى مستوى من كل حاجة، من أخلاق، من تعليم، من أدب، من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين. لما تشوف أبطال حزين أنا جاي النهاردة عشان أزور دار المسنين وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين وأحتفل معهم بالعيد. أنا فرحانة النهاردة إن أنا جيت مدار المسنين وبحتفل معهم بعيد الفطر، وبشكر مبادرة كلنا واحد إن هي ادتنا الفرصة دي إن إحنا نيجي. مبادرة كلنا واحد تعلمتنا الانتماء والولاء والخير وإزاي نساعد بعض. شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأسمرات إلى معن وأهالينا وصولاً إلى بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة جيل جديد، أصبحوا أكثر مساهمة اجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد جيل جديد، وهي تسعى من خلالها إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمحبة وروح المساعدة لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وهو ما يتجلى في مشاركتهم المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بعيد الفطر المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.